هل السحر أمر حقيقي أم أمر تخيلي؟ هذا نريد أن نعرفه. يعني عندما ندرس هذا الموضوع، هل السحر هو فعلا أمر حقيقي، في شيء يعني يسحر إنسان ويؤثر فيه فعلا، أو لا هذه خيالات في خيالات، والقضية هي التأثير على الوهم فقط. بمراجعة تراث المسلمين، في عندنا ثلاث اتجاهات في هذا الموضوع، ثلاثة اتجاهات في هذا الموضوع. الاتجاه الأول، وهم الذين كانوا يقولون السحر أمر حقيقي تكويني واقعي لا لبس فيه، كله أمر حقيقي تكويني، يعني لما يؤثر في بدن المسحور هو يؤثر فعلا في بدن المسحور بطريقة خفية لا نعرفها. الفرق بين الساحر وبين الطبيب إذا أعطى دواء أن طريقة الطبيب نعرفها، طريقة الساحر لا نعرفها، لكنها تفعل فعل الطبيب، تفعل فعل الطبيب في الحقيقة بطريقة خفية. هذا الرأي الأول، وهذا ليس له جمهور كثير. الرأي الثاني، قالوا السحر أمر تخيلي وهمي، سيطر على الوهم فقط، هذا الذي فيه سيطرة على الوهم هذا سحر، غيره كلام في كلام، ما في شيء، لا أرواح فلكية من الأعلى ولا أرواح أرضية من الأسفل، ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل، كله وهم في وهم، وثقافات شعبية وتقاليد وقصص وحكايات يصدقها العجزة ويلقونها إلى أطفالهم فيتربون على تصديق هذه الخرافات، لا يوجد شيء من هذا. سحر خداع البصر، هذا السحر التأثير في وهم الإنسان، هذا السحر، هذا ممكن نتعقله. أما واحد فعلا يؤثر بطريقة معينة يجعل فلان مريض، هذا شيء لا وجود له بما هو مفهوم سحر أصلا. فالشعوذة نعم نقبل بها، غير هذا أصلا لا نقبل. وهذا ما ذهب إليه أكثر المعتزلة في تراث المسلمين، قال أصلا سحر محر هذا ما له وجود أصلا، بل ذهب إليه جماعة من العلماء المسلمين غير المعتزلة أيضا، مثلا ابن حزم الأندلسي، أبو إسحاق الإسرابادي الشافعي، أبو بكر الرازي، ونسب أيضا إلى كثير من الشيعة أنهم كانوا يقولون بأن السحر فقط هو عبارة عن السحر التخيلي، ما عندنا شيء آخر في هذا الإطار، وقالوا هذا هو الفرق بين السحر وبين المعجزة والكرامة. إذا كان السحر يؤثر فعلا، شو الفرق إذن بين المعجزة والكرامة والسحر؟ أي فرق ما موجود. المعتزلة إذا أنت تتأمل قليلا، هم في الأصل كانوا حذرين من أن تضرب نظرية المعجزة، لأن هذا يؤدي إلى زعزعة الأصول الدينية. أنت لما تجعل السحر بهذه الطريقة، إذن شو المانع يكون عيسى أيضا استعان بالأرواح الفلكية ومسح يده، أو استعان بالجن ومسح يده على شخص فأخرجه حيا، كيف أنا أفرق إذن بين المعجزة؟ المعتزلي كان مسكون بفكرة الدفاع عن العقيدة وقضية الإعجاز وموضوع المعجزة، وهذا مهم بالنسبة إليه. لذلك كان من أدلة المعتزلة لو كان السحر له واقعية حقيقية خارجية، فكيف أفرق بين المعجزة والكرامة والسحر؟ حكي المشركين بيكون صحيح، ساحر سحرهم، عندك دليل تبطل هذا كيف تعرف؟ إذا عندك اتصال بالأرواح الفلكية يخبرونا إذا كان هذا النبي كان متصل فيهم أو لا، تدخل القضية في فضاء قلق. لذلك المعتزلة كانوا حذرين في هذا الموضوع، وربما أنا في تقديري الذي دفعهم إلى هذا نزعتهم العقلانية من جهة، وإحساسهم بخطورة رفع السحر في واقعيته إلى هذا المستوى. طبعا فيما بعد العلماء الآخرين لهم تخريج في التمييز بين المعجزة والسحر، حتى لو قلنا بأن السحر عبارة عن حقيقة خارجية يعني عينية في هذا الإطار. فإذا هذا قول كثير من المعتزلة، حتى أنا رأيت يعني من أشياء الغريبة، رأيت أن بعض علماء أهل السنة عندما يقولون بالتخيل يقولون وهذا ما ذهب إليه المعتزلة والشيعة وأبي حنيفة، كأنما هذا الأمر كان معروفا في القرون الأولى، أن الشيعة يعني العلماء الشيعة ربما مثلا ما كانوا يقتنعون بواقعية السحر. طبعا الذين قالوا بخيالية السحر استثنوا الأدوية، قالوا هذا ما له علاقة بالسحر هذا أدوية، استثنوا النميمة مثلا قالوا هذا ما له علاقة، استثنوا مثلا تأثير الشخص الكاريزما التي له تأثير على الشخص الآخر قالوا هذا أمر طبيعي يعني ناتج عن أمور طبيعية ليس له علاقة بأي شيء آخر.
فهذا أخرجوه، وفي الحقيقة أرادوا أن ينكروا وجود تأثير أرواح فلكية وغير فلكية، وأن الورقة هذه تؤثر في المسحور وما شابه ذلك من هذه الأمور. هذا اتجاه ثاني. الاتجاه الثالث، وهو الذي ذهب إليه كثير من علماء المسلمين، لعله هو مشهور جمهور المسلمين، قالوا السحر نوعان، تخيلي وحقيقي. أما التخيلي فقوله تبارك وتعالى سحر أعين الناس، وأما الحقيقي فقوله تبارك وتعالى وجاءوا بسحر عظيم. وقالوا بأن قدماء المصريين كانوا بارعين في السحر التخيلي والسحر الحقيقي. ثم قالوا أنصار هذا الاتجاه، قالوا السحر الحقيقي على نوعين، محدود التأثير لا محدود التأثير. محدود التأثير أغلبهم قبل به، يعني بيسوي له مرض يمرضه، يجعله ينام كثيرا، يغميه، يجعله لا ينام، يحببه بشخص يبغضه من شخص آخر. قالوا هذا السحر الحقيقي محدود التأثير. قالوا وأما غير محدود التأثير فهذا قال به شواذ من العلماء المسلمين. ما معنى غير محدود التأثير؟ يعني السحر مذهل، يقلب حقائق الأشياء، يعني يميت، يجعل إنسانا حيوانا، ويجعل، هذا كان بعضهم يعتقد به، ويجعل حيوانا إنسانا، يقلب الذهب إلى فضة، ويقلب الفضة إلى ذهب، يأخذ بيده يعني حفنة من تراب فيصنع منها ذهبا وما شابه ذلك. هذا أكثرهم قال هذا صعب، لكن موجود بعض من قال بأنه حقيقي ومعقول وليس مستحيلا أصلا على الإطلاق. ورأيت بعضهم خصص السحر الحقيقي بحالة تفريق بين الرجل وزوجته، يعني كأنما اقتصر على دلالة الآية القرآنية التي في سورة البقرة، قصة سحر البابليين، فقال هذا سحر حقيقي نص عليه القرآن، التفريق بين الرجل وزوجته هذا فيه سحر حقيقي، أما غير التفريق بين الرجل وزوجته لا يوجد شيء اسمه سحر حقيقي، كله سحر تخيل. وقالوا بأن التفريق بين الرجل وزوجته لا يقتصر فقط على تحبيب أو تبغيض، وإنما أيضا يشمل إعجاز مثلا الزوج، يعني جعل الزوج لا يقدر على مقاربة زوجته، أو لا يرغب في مقاربة زوجته، أو يتمنى عن مقاربة زوجته. قالوا هذا هو. وطبعا في روايات، موجود رواية عن الإمام الصادق سنتعرض لها في اللقاء القادم، رواية موجودة في بحار الأنوار أيضا، يقول وما سلط، وفي كتاب آخر وما يسلط السحر إلا على العين والفرج. هذه رواية موجودة جاءت في سياق الحديث عن سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا بأنه هذا هو مجال السحر، السحر الحقيقي العين يعني التخيل الوهم، وما يتعلق بالعلاقة بين الرجل وزوجته، غير هيك ما في شيء اسمه سحر، استنادا إلى هذه الرواية. فإذا عندنا بين علماء المسلمين ثلاث اتجاهات، اتجاه واقعية السحر بدون تفصيل، اتجاه تخيلية السحر ووهميته بدون تفصيل، اتجاه تفصيل بين أنواع السحر فبعضها واقعي وبعضها تخيلي.